فدول عمرك راح مال والدك نريد الكاس. لا 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 متوقفين ما يعلم الغيب. لا والله العظيم علي وعلى عافيه وانا شاب ومريض كاس اسيا بيد العراق هاي السنه. يلا يسمع من حلقك سجل اللايف واطلع هنا اطلع اقول للعالم كلهم كذاب غير انا متاكد. يا ربع اجهز فريق اجهز فريق العراق ترى ناصر هنا يصير تقبيل مدى الحياه والله مدى الحياه تقبيل يلاقون اليابان والعراق يلاقون الشباب قلت لهم اللقب الجديد لابو شاهين ابو شاهين الصادق صادق اذا العراق خذ كاس اسيا أي. صوره ابو شاهين هنا مدى الحياه والله والنعمه لان رجل يتنبأ تنبؤ خطير صراحه وجانا خبر مو انا بكيف احكي جانا خبر من فوق موت بس نعرف مين فوق ابو شاهين قائد والله العظيم مالك على يمين انا يمشي وياي ملك ايوه الموضوع بدا يكبر بعد الساعه 12 بالليل ايه بدا يكبر الموضوع كيف كانت اسمع لو تفتح